مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حوار الأسبوع التي سوف تكون مع السيد حسين القمزي وهو الرئيس التنفيذي لنور بنك. سيد حسين، أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء. ولنبدأ حوارنا من أداء المصرف خلال النصف الأول من عام 2016، وما هي توقعاتكم حتى نهاية العام؟ أهلا وسهلا. بداية بالنسبة، يعني احنا ما أعلننا نتائجنا حتى الآن بالنسبة للربع الأول من 2016، ولكن أبشرك بأن النتائج جيدة. نحن مع خططنا المتعلقة بالنمو يعني مستمرين، ولكن كما تعلم البنك في السنة السابقة حقق صافي ربح تشغيلي ب 561 مليون درهم، كانت نسبة تقريبا بزيادة 36% عن العام الأسبق 2014. كانت يعني سنة جيدة بالنسبة للبنك، حتى بالنسبة لزيادة الودائع نمت في البنك بنسبة 35%. نسب التمويلات زادت كذلك بنسبة 29%، فكلها كانت معدلات جيدة. نتوقع هناك يعني استمرارية في النمو، ولكن أعتقد بأن يعني السنة هذه تبدو كذلك سنة مش سهلة، يعني صعبة. أعتقد أننا راح نحقق الخطط حسب ما يعني وضعناها، ولكن أعتقد بتكون يعني يكون النمو في جميع المؤشرات أضعف منه من السنة الماضية، وهو يعني انعكاس لحالة السوق الحالية في الوقت الحاضر. طيب، وبالتالي في ظل هذه الظروف، هل هنالك أي خيارات بالنسبة للمصرف لتلقي أي صدمة ممكن سواء مباشرة أو داخلية أو خارجية من السوق المحلي أو السوق أو من أسواق المنطقة بشكل عام؟ أنا لا أعتقد أن تكون هناك صدمة. يعني إذا بنك نور بنك فتي، بنك جديد، هو بنك انولد في العاصفة، فإحنا يعني متعودين على الأوقات الصعبة، ولا أعتقد أنها بتكون كذلك. البنك قوي جدا في ناحية كفاية رأس المال، بلاءة رأس المال قوية جدا، أحد أكثر البنوك سيولة في الدولة، فبالتالي أنا ما أعتقد أن هناك صدمات. ولكن إذا كان هناك أي تأثير، سيكون تأثير ربما على الربحية، ولكن لن يتأثر أي شيء آخر. وهذا الاتجاه موجود في السوق بكامل، يعني مش فقط خاص ببنك نور، ولكن ما يحدث في السوق حاليا وبصورة عامة هو هذا. لو تعطينا لمحة عن أبرز المؤشرات المالية للمصرف مثل الملاءة المالية، الودائع، القروض، السيولة إلى آخره. يعني البنك لأول مرة خلال فترة يعني من بدايته كما ذكرت، هو بنك فتي وجديد، احنا عدينا 10 مليار في حجم الأصول في البنك، فأصولنا تبلغ حوالي 40 مليار درهم، ودائع البنك تصل إلى 32 مليار درهم. عندك مثل ما ذكرت نسبة التمويلات إلى نسبة الودائع كذلك تصل إلى نسبة 72%، وهي كذلك يعني أقل، يعني هناك نمو أكثر كذلك في الودائع من نسبة التمويل، فهو انخفاض بحوالي 76% عن 2014. يعني هناك تحسن كثير في المؤشرات كما يعني نرى. المؤشرات جيدة، ولكن هناك بطء عموما في السوق، هناك صعوبة كثيرة لبعض الشركات التي خاصة في الشركات المتوسطة التي تحاول تغلب على صعوبات يعني ديونها. هناك ضغط على السيولة كذلك، بأن كثير من مزودين المزود الودائع في سوقنا الإمارات هي الشركات العامة التي يعني لا توفر السيولة مثل ما كانت عليه في السابق، فهناك بعض الضغوط، ولكن لا أسميها تحديات، يعني ليست تحديات كبيرة يعني بالنسبة هي تحديات مؤثرة في قدرتك على النمو فقط. ولكن سيد حسين، ما مدى جاهزية المصرف لتطبيق متطلبات بازل 3؟ هو في الواقع أنا بازل 3 متعلق برأس المال، وأنا أعتقد إحنا ليس فقط يعني بالنسبة لنور أو بالنسبة للإمارات أو حتى للبنوك الخليجية، معظمها بنوك يعني تتمتع بمقارنة مع نظيراتها في المناطق الأخرى بنسب سيولة عالية ونسب رأس مال عالية. فأعتقد أن بازل 3 هو تقريبا مطبق. هناك بعض العوامل التي ستأتي جديدة فيها، اللي هي عاملين مهمين، اللي هو إذا يعني هناك المشروع مطروح للتشاور بين البنك المركزي وبين البنوك الإماراتية في الوقت الحاضر. إذا هناك شيء فسيكون أعتقد عاملين، هما عامل إضافة هامش حماية لرأس المال، وإضافة هامش مقابل التقلبات الاقتصادية. إضافة هذين الهامشين سيؤدي إلى ضغط على رأس المال فقط، فبالتالي تأثيره سيكون على
القدرة على استخدام رأس المال المتاح، بالتالي سيؤثر على قدرة النمو أو الربحية. هذا اللي فقط أرى، ولكن في الوقت نفسه سيكون شيء جيد، يعني سيقوي جاهزية البنوك مقابل تحمل الصدمات، سيعطي البنوك مثلا نظرة أكثر واقعية في التعامل مع رأس المال وفي استغلال رأس المال بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق النمو وتحقيق الربحية. نعم سيد حسين، في ظل هذه الظروف تقريبا لو سمحت تحدثنا عن أكثر القطاعات التي يركز عليها المصرف بشكل عام، هل هنالك انتقائية كما تفعل العديد من المصارف في ظل هذه الظروف الاقتصادية؟ نحن في نور بنك لم نغير استراتيجيتنا، يعني من البداية البنك ما زال وبصورة كبيرة الذي يأخذ الحيز الأكبر من عملياتنا هي العمليات التمويل المؤسسي وتمويل الشركات الكبرى. عندنا قطاعين مختلفين، اللي هما قطاع تمويل الأفراد وهو قطاع ينمو بصورة جيدة جدا وما زلنا نقدم له الدعم، لم يشكل حتى الآن جزء كبير من ميزانيتنا، ولكن احنا نأمل لأن نموه جيد، هامش ربحيته جيد ونموه يعني حتى الآن متوافق مع خططنا. هناك القطاع الثالث وهو قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، وهو قطاع يمثل 7% حاليا، ولكن أيضا نعطيه الدعم. في ضمن هذه الثلاث قطاعات هو تركيزنا وهي يعني الشرائح المستهدفة عادة عندنا في نور بنك. وكما نعلم بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة وهذا القطاع الأسميز يمثل نسبة تفوق 80% من الاقتصاد الإماراتي، هل هنالك أي استراتيجية للبنك لدعم أكبر لمثل هذا النوع من الشركات في الإمارات؟ أوكي. هو حسب إحصائية الأخيرة الصادرة من وزارة الاقتصاد، القطاع يتمثل حوالي 300,000 شركة بالدولة، يعني تقريبا هو 68% من القوى العاملة في القطاع الخاص موجودين في هذا، يعني زخم كبير، يعني نسبة كبيرة، وبالتالي القطاع يتطلب احتياجات وحالة، يعني هذا يشير إلى هي في الواقع هي الآلية الحقيقية المحركة للاقتصاد. نحن في البنك كما ذكرت عندنا يعني منصة خاصة للتعامل معها تسمى نور التجارة، ومنصة خاصة فقط للتعامل مع هذه الشركات، فنقوم بخدمتها من ناحية ليس فقط من التمويلات إلى تقديم منصة إلكترونية داعمة إلى التعامل مع يعني وضعية تمويلاتهم الخاصة واحتياجات هذه الشركات الخاصة. كذلك احنا جزء مهم ولاعب رئيسي في مؤسسة محمد بن راشد المتعلقة بتمويل المشاريع الصغيرة بالنسبة لمواطنين الإمارات. القطاع مهم وحيوي، ولكن القطاع ايضا يعني يتميز بمخاطرة يعني شوي اعلى من 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 المؤسسات او الشركات الكبرى، ولكن هي ليست يعني صعبة، هي طريقة التعامل معهم. كذلك من صعوبة التعامل في هذا القطاع انه سريع التأثر بالتقلبات الاقتصادية، ما عندهم القدرة لهذا. فنعم اعتقد ان احنا نمر بين فترة وفترة بطريقة مثلا بتعلم هذا القطاع، وبس أنا من الداعمين وأعتقد من القطاعات الحيوية التي يجب أن نركز عليها من أجل دعم الاقتصاد، وكذلك من ناحية العوائد بالنسبة للمصارف وعوائدها جيدة. نعم، ولكن أنتم كجهة مقرضة بالنسبة لهذا النوع من الشركات، ما هي أهم التحديات التي تواجه مثل هذا النوع من الشركات؟ هو ربما يكون على رأسها التمويل، ولكن لماذا العزوف أو ارتفاع درجة المخاطرة بالنسبة للمقرضين لمثل هذا النوع من الشركات؟ هناك أسباب كثيرة، يعني من أسبابها أنا أعتقد أحد الأسباب كون الاقتصاد الإماراتي اقتصاد مفتوح، كثير من ملاك وأصحاب هذه الشركات هم ليسوا من مواطنين أو هذا بعض المقيمين، يعني هني كثير منهم لا يعني لا يمتلكون الأصول التي تدعم ضمانة هذه القروض، كثير منهم ما يستطيعون التعامل مع بعض المشاكل، يعني مثلا مشاكل ارتجاع الشيكات، مشاكل تخيف كثير من هذه الأشخاص، فبالتالي نسبة أو تقول التخلف عن السداد أو الهروب قد تكون كثيرة. فأعتقد الاقتصاد يجد يعني هذا النوع من القطاع يحتاج كذلك بعض التدخلات لإصلاحاته وتشجيع يعني الكثير من المواطنين للدخول فيه، لأن كثير من مواطنين الدولة هم أكثر استقرار، لديهم أصول في البلد، بإمكانهم يعني التعامل معه بخلاف يعني الفئات الحالية اللي موجودة حاليا، وخاصة منها يعني الجديدين في السوق، خاصة لما تكون جديد في السوق تحتاج فترة لتتعلم كيف أنك أنت
يعني توصله. القطاع هذا بالذات يتأثر بأي شيء في السوق العالمي، يعني تأثير في سوق السلع العالمي على طول يتأثر فيه. فعندك أنت نسبة مخاطرة مختلفة تماما في التعامل مع القطاع عن القطاعات الأخرى. طيب دعنا نركز على قطاع مهم وهو تمويل القطاع العقاري. كان هنالك يعني في السنوات الأخيرة إطلاق العديد من القوانين وتنظيم من قبل البنك المركزي لمثل هذا النوع من القروض بالذات. كان الكل يشكك بوجود فقاعة عقارية خلال عام 2014 و2015 أثر الارتفاعات الملحوظة التي شهدتها معظم العقارات خصوصا في إماراتي أبو ظبي ودبي. من وجهة نظرك كيف ترى القروض العقارية، وهل هنالك أي تحوطات بالنسبة للمصرف بالنسبة لهذا النوع من القروض؟ لا بالطبع، القطاع العقاري يعني أنا القطاع العقاري مر في بعض المشاكل، ولكن حاليا بسبب عملية التنظيم التي أدخلت مؤخرا القطاع العقاري أصبح من أحسن العقارات. بالعكس حتى في أيام ما ذكرت الفقاعة العقارية والمشاكل اللي حصلت، معظم البنوك تمكنت من إعادة تحصيل ديونها بسبب تحسن وضعية القطاع هذا. القطاع متحسن في أشياء يعني جيدة، ولكن كذلك لا يمنع أي بنك من أن يتحوط من ناحية توزيع المخاطر. القطاع قد يكون جيد هناك، يعني اليوم المستثمر في القطاع العقاري أكثر جدية غير المضارب، في ناس عندها أهداف معينة في نفس العقار، وفي قوانين حماية كثيرة موجودة فيه. ولكن أيضا كأي مؤسسة مقرضة تظل أنت توزع مخاطرك، لا يمكن تضع كل بيضك في سلة واحدة، فعملية توزيع المخاطر مهمة سواء حسب حجم الأصول وحسب كذلك تركيز الأصول. احنا من ناحية يعني وجدنا في هذا القطاع خاصة مؤخرا، يعني قطاع مثلا تمويل المنازل العقارية أو البيوت للمستخدمينها من أحسن المنتجات اللي قدمناها وناجحة وماشية جدا يعني. وفي سياق متصل لسيد حسين، ما هي استراتيجية المصرف في تنويع إيراداته بشكل عام؟ هو تنويع الإيرادات دائما يعتمد على منتجاتك، فأنا كما ذكرت احنا استراتيجيتنا لم تتغير، تركيزنا على القطاعات الثلاثة اللي هي قطاع تمويل الشركات أو التمويل المؤسسي، تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، والقطاع الأفراد. هناك كثير من المنتجات تطرح خلال في ضمن كل واحد من هذه القطاعات. والمنتجات كما تعرف هي تعتمد دائما على حاجة الشخص أو حاجة الشركات، يعني المنتج هو استجابة للحاجة الموجودة. ليس هناك ابتكارات جديدة في المنتجات حاليا يعني حتى من خلال العشر سنوات، لكن بعض المنتجات أداءها بين فترة وفترة أفضل من بعض المنتجات الأخرى. ماذا عن المصرف بشكل عام في دواء في السوق المحلي في السوق الإماراتي، وكم تبلغ حصته تقريبا؟ ما عندي في الواقع هذا الرقم في الوقت الحاضر، حصة البنك في السوق ما لا يحضرني يعني الرقم بالذات، ولكن بنك نور من يعني في خلال العشر سنوات الماضية تمكن من النمو ليكون أحد البنوك الرئيسية اللاعبة في بين البنوك الإسلامية في الإمارات، وبين يعني وصار عندنا تميزات كثيرة، يعني من قيامنا مؤخرا بإطراح صكوك من الشق الأول اللي لاقت قبول يعني مقتطع النظير، خاصة من مستثمرين من آسيا ومن أوروبا. يعني هناك سلسلة من النجاحات اللي يعني ركزت وجودنا في هذا السوق. كذلك نعتقد أن نحن لدينا فرص كبيرة مع مبادرة الاقتصاد الإسلامي خاصة في دبي، فإحنا أحد اللاعبين في هذا السوق، ونعتقد أن لنا في كلنا مستقبل أكبر يعني في أخذ حصة جيدة وحصة كذلك نوعية تعكس تميزنا النوعي في تقديم خدمات المصرفية الإسلامية. نعم سيد حسين، سوف نتحدث أكثر عن الصيرفة الإسلامية في السوق الإماراتي وعن إصدار المصرف لصكوك خلال هذا العام، ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد لنكمل حوارنا مع السيد حسين القمزي وهو الرئيس التنفيذي لنور بنك. سيد حسين مرحبا بك مجددا. لو تحدثنا أكثر عن وضع الصيرفة الإسلامية في السوق الإماراتي وما هي أبرز الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
القطاع الصرف الإسلامي قطاع يعني متواجد تقريبا في السوق من أكثر من 40 إلى 45 سنة، وشهد نمو وتطور مع مرور الوقت. اليوم هناك مجموعة من حوالي 5 أو 6 بنوك إسلامية يعني تشكل في مجموعها من اللاعبين الأساسيين في قطاع الصرف الإسلامية. قد أعتقد توصل حصة هذه البنوك تقريبا إلى أكثر من 20% من الحصة الكلية لمصارف الدولة في السوق، أعتقد ربما من حجم أصولها. وهناك تطور نوعي في أداء هذه البنوك، يعني مؤخرا في قدرتها التنافسية، حتى قدرتها التنافسية على مستوى العالمية في حتى في المنتجات التي يعني تطرح. احنا بالنسبة لنا في نور عندنا تميز كذلك في قدرتنا على اللي نسميه الستركتشرد فاينانس، يعني في فعندنا كثير من الاصدارات اللي تمت في يعني خاصة السكوك، السكوك احد المنتجات الرئيسية اللي نقوم عادة بتوفيرها. اما بالنسبة للبنك نفسه ففي 2015 عدينا برنامج لسكوك من للبنك من الشق الاول بمبلغ 3 مليارات دولار، وقمنا في تنفيذها في هذه السنة. في هذه السنة نجحنا في الحصول على 500 مليون دولار من السوق العالمي، وقمنا بإدراجها في ناسداك. وهذا راح يعطينا نوع من اولا يعني راح يحسن من مكانة البنك من ناحية رأس المال، كفاءة رأس المال. في نفس الوقت راح يعطينا نوعية مختلفة في الحصول على السيولة. وكيف رأيتم الإقبال على هذه الصكوك؟ هو الصكوك تغطت يعني بضعفين الحجم المطروح، كان الإقبال جيد جدا، يعني لم تكن المهمة صعبة، خاصة يعني مهمة سهلة بالنسبة لبنك جديد في السوق، أنك تذهب إلى مستثمرين عالميين وتقدم نفسك وأنت كذلك حتى لم تدرج في سوقك المحلية، يعني اسمك غير مدرج، ليست عملية سهلة، ولكن يعني الحمد لله هناك ثقة في اقتصادنا، وهناك ثقة في البنك، وهناك ثقة في إنجازاتنا السابقة، والحمد لله. وهل هنالك نية لإصدار المزيد من الصكوك خلال هذا العام والعام المقبل؟ كما ذكرت البرنامج اللي عملناه هو 3 مليارات، أصدرنا منه 500 الآن حسب ظروف السوق، وقد نلجأ إلى القيام بإصدار آخر، ولكن حسب السوق في الوقت الحاضر أو في الوقت المتوسط أقول يعني ليست هناك حاجة له. ولكن سيد حسين، ما الذي يميز إصدار الصكوك كأداة تمويلية عن غيرها من أدوات التمويل بالنسبة إليكم؟ يعني هي أداة مختلفة. أولا يعني احنا من الاشياء ان حصلنا على يعني احنا اول مصدر لصكوك من الشق الاول في هذه السنه في دوله الامارات، كذلك حصلنا على اقل سعر ممكن، يعني انت لما تقارن احيانا من ناحيه تكلفه الحصول على راس المال هي اقل تكلفه مثلا من 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 زياده راس مالك نفسه، يعني عندك الخيارين، ولكن هني اقل تكلفه بالنسبه لك، كذلك تحسن من ميزانيتك بدون ما تضع يعني ضغوط أكثر على الإدارة أو على البنك نفسه في التنفيذ. وفي نفس الوقت تعطيك فرصة تنوع من ناحية أنك أنت لا تعتمد على مصدر واحد فقط في بناء رأس مالك. نعم سيد حسين، يعني بحسب الخبراء والمحللين ومدراء المحافظ من خلال اللقاء معهم، الجميع أكد أن هناك توجه واضح للسيولة بالنسبة للمستثمرين سواء الأجانب أو المحليين نحو نوع جديد وهو السندات أو الصكوك. يعني من الجانب الآخر من جهة المستثمر، ما الذي يميز هذا النوع؟ أعتقد بالنسبة له هو الصكوك تعطي يعني خاصة أنا الصكوك بالذات غير متوفرة يعني للأفراد، قليل من الأفراد، يعني معظم الصكوك تشتريها مؤسسات، احنا كذلك المؤسسات المالية الإسلامية تحتفظ بهذه كذلك أسلوب للحصول لاستثمار السيولة المتوفرة، ولكنها توفر لك عائد ثابت ومستمر لا يتأثر بحركة السوق مثلا في تقلبات السوق المختلفة. ودائما معظم المؤسسات المقترضة مؤسسات يعني معروفة أو كبيرة أو لها تصنيف مالي ويعني معتمدة، بحيث أنها تبني ثقة أكثر في بالنسبة للمستثمر اللي شراها. سيد حسين، لو تحدثنا أكثر عن استراتيجية البنك للتوسع الأفقي، نحن نتحدث عن التوسع الجغرافي بشكل عام. نحن تركيزنا في دولة الإمارات حاليا،
عندنا بعض العمليات التي تتم بين فترة وفترة خاصة يعني خارج الدولة، ولكن تركيزنا الرئيسي هو الإمارات. احنا اتخذنا القرار من عدة سنوات بأن نركز على الدولة. هناك عمل ما زال كثير يعني لم ننهي قبل ما نفكر في أي سوق خارجي. حاليا ليس عندنا أي تفكير في التوسع، فقط في بناء عملياتنا والنمو الداخلي فقط. هل ترى ما زال السوق الإماراتي متشبع أم هنالك طلب أيضا على المنتجات الصيرفة الإسلامية في السوق الإماراتي؟ لا، هناك طلب، أنا ما أقدر أسميه سوق متشبع، هنا حاجات متجددة يعني دائما. وأعتقد السوق ما زال في يعني في مازال مجال كبير للنمو، خاصة بالنسبة لمؤسساتنا المصرفية الإسلامية. ولكن سيد حسين، يعني كما نعلم هنالك مثلا بنك دبي الإسلامي هو ربما هو أول مصرف إسلامي في العالم منذ بداية أو في منتصف السبعينات. هنالك أيضا العديد من المصارف الإسلامية يعني وذات صيت قوي. كيف رأيت المنافسة في السوق الإماراتي بالنسبة لسوق كما ذكرت فتية وحديث؟ هو سوق الإمارات ميزة المختلفة هو أن المنافسة فيه صعبة، فبالتالي تواجدك فيه يجعل منك أكثر قدرة، أكثر إمكانية في التعامل، يعني أما أنك تكون قادر على التواجد في السوق والمنافسة والحصول على العمل أو البزنس أو الزبون، أو قد لا تستطيع. فأنا أعتقد أن بنوكنا الإسلامية خلال الفترة هذه ومقارنة بحجم السوق حققت نمو كبير. يعني في الوقت أنت عندك سوق في ما يساوي 55 بنك عامل. البنوك الإسلامية الموجودة في الدولة هي 6 بنوك وعندها حصة الثلث. أعتقد هذا شيء جيد. من وجهة نظرك هل تحتاج المزيد؟ أنا أعتقد أن بنوكنا الإسلامية يجب أن تستهدف 50% من السوق. سيد حسين، ولكن بالنسبة لقطاع الأفراد هنالك كما نعلم نحو 150 جنسية موجودة في الإمارات، ما هي أبرز التحديات التي تواجهوها في عرض منتجاتكم الإسلامية؟ في الواقع هناك إقبال، شوف كثير من غير المسلمين المقيمين في هذه الظاهرة تجدها فقط في يمكن في الإمارات وفي دولة مثل ماليزيا. غير المسلمين يفهمون ما هي الصرافة الإسلامية، يعني سبق أن نتعامل معها ويرونها كمنتج. ليس هناك شوف يعني سحر. نحن المسلمين هم كانوا في الماضي يحركون تجارة العالم. كان المسلمين كانت التجارة الإسلامية تحرك بين الهند والصين إلى أوروبا. فبالتالي المؤسسات الإسلامية هي مؤسسات أولا لديها مستثمرين وخلفها مستثمرين كل المسلمين ويتعاملون في السوق ولديهم منتجات. فبالتالي منتجاتنا مفتوحة للجميع، مفتوحة للكل يتعامل معها. ففي بعض الأسواق اللي غير يعني غير ما تعودت أو ما سمعت عن البنك الإسلامي قد لا يفهمها مثلا في البداية، ولكن بمجرد ما يتعامل يدرك أن هي عملية. شوف في النهاية العملية هي عملية إشباع الحاجات، فالحاجات للأفراد سواء للمسلم أو غير المسلم هي نفس الحاجة. البنوك الإسلامية تقدمها بطريقة أخرى، ولكن النتيجة اللي هي الإشباع اللي يحصل على مستوى الفرد اللي يعني عنده حاجة معينة سواء تمويل عقاري أو الحصول على بطاقة ائتمانية أو نوع من التمويل هي نفس حاجة الإنسان في أي مكان. سيد حسين، يعني كما نعلم هي نوعا ما معقدة موضوع الصيرفة الإسلامية من ناحية شرعيتها. هل من وجهة نظرك هل هناك حاجة إلى تنظيم أكثر، تشريعات أكثر سواء من ناحية الشرعية أو من ناحية المالية بالنسبة للصيرفة الإسلامية في الإمارات؟ أنا عندي يعني أنا من أكثر الناس المتحدثين دائما في مطالبة بأن يجب أن يكون هناك توحيد في المعايير. هذا يعني أنا لمست من خلال خبرتي على مر السنين ويجعل عملنا أكثر صعوبة. يعني أكثر صعوبة أحيانا نقوم بعملية معينة ونقوم بعملية معينة مشتركين كمجموعة من المصارف الإسلامية مع بعض، وفي النهاية تلقى احنا 4 أو 5 بنوك واحد واثنين من البنوك شرع يعني هيئتهم الشرعية تفتي بشيء مختلف عن هناك بعض الاختلافات. ولكن اللي أقوله كذلك أنا أنك لو لاحظت على مر السنين هاي الخلافات يعني حلت أو تحل، وأحيانا يعني احنا في مرحلة تطور أحيانا للتغلب على هذه التحديات. يعني اليوم في كثير من المنتجات المصرفية خاصة الإسلامية، خلينا نتكلم على مستوى الأفراد، مؤسسة يعني منتجات صارت معروفة
يعني سهلة، فيها يعني صعوبة أحيانا على القطاع المؤسسي، قطاع الشركات أحيانا في معاملات شوي معقدة تحتاج، ولكن معظمها احنا يعني نعرف كيف تتم. عملية التعقيد هي بس أحد العمليات، بس في يعني حلول جالسة تصير. مؤخرا مجلس الوزراء في الإمارات أصدر قرارا بتأسيس هيئة شرعية موحدة للدولة. هل الهدف من هذه الخطوة مهمة جدا، أنا أعتقد مهمة جدا حتى بالنسبة لي تقوية الاقتصاد الإسلامي في الدولة. وجود هيئة شرعية هدفا الأول والنهائي هو توحيد المعايير بين المصارف في البنوك، لأن توحيد المعايير يسهل البنوك في النمو، يسهل على المستثمر معاملته، يسهل على المتعامل معي مع الطرف الآخر، لأن ما في شيء، ما في متغير يعني غير معروف في الموضوع. ف يعني بصورة عامة نحن نتحرك بالاتجاه الصحيح، ولكن من المهم جدا أن نتغلب عليه. يعني لا يمكن، أن أنا دائما أقول لا يمكن نكون قضينا 45 سنة ما قدرنا نخلق معايير ثابتة أو معايير موحدة بيننا على هذا على هالفترة. السيد حسين القمزي، وأنت الرئيس التنفيذي لنور بنك، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية حوارنا لهذا الأسبوع، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.